بس. نعم. طيب أنا عبد الله بقول لك شيء وبقول للمشاهدين، يعني في شغلة سمعناها أن أبو محمد، يعني أنت بالمسلسل استعنت بكرم السامع طبعاً، حمار. شنو قصة الحمار وصاحبة اللي يطلب أجرها؟ إذن لازم ترتبون الوقت على حسب وقت الحمار لأن عنده أعمال أخرى. يعني حتى البني آدم ما طلب أجر الحمار. عند لا ويمكن أجره غالي بعد أغلى من بعض. والحقيقة الحمار أجر أكثر من بني آدم ما يصير. لا لا قلة الحمير. إي والله ما في حمير يعني هني. قصة الحمار. لا لا قلة الحمير. يعني عزكم الله الحمار هذا انا مستأنس انه ما في حمير وايد يعني. زين الحمد لله. اي فهذا الحمار فعلا عزكم الله وعز الله شاهدنا انه وبعدين مزاجي لا احنا نسوي اوردرنا عليه على وقته بكينا يا حبيبي تعال هالصوب ويتنحر يلا داير اكشن طالعنا يا حبيبي يهديك والله تشوفهم اربع خمسه والله في مشهد يعني صعدوا فوق الاستديو ونزلوا لعب فينا الحمار لعب اكثر من شيء اقول لك. زين لا ورعيه ها انت ايش على بالك يعني رعيه برمان. وكيل اعماله الدياي بعد امانه ابو حمود قدام المشاهدين كم اجر الحمار بالساعه؟ ما ادري والله امانه ابو حمود يوصل ما ادري يعني يوصل فوق الخمسينات يعني. لا صدق والله والله العظيم لا لا صدق لا ومدير اعماله لا هو ما ياخذ ما ياخذ هو ما ياخذ يطالع شيء يقول اعطوا مدير اعمالي تخيل. زين مشيت موضوع عزكم الله الحمار يعني مشيت موضوعه ومثل الحمار مثل مزاج تمثيله لا ما مثل ناجح يعني احنا نشوف بالافلام المصريه مثلا كان يبتوا على الوحش يمشي مرتب. الحمار بس حمارنا ما يشفي لا انتوا كان يبتوا وحشي هذا المكلم مرتب شكله مو هذا البلد لا وحشي وين وحشي بالكويت تقدر تلقى وحشي ما عندنا غير حيوانات العمريه لا 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 هو الحمار عادي الحمار اللي يمشي بالفريج بس وحشي هذا ذرب هذا راح يجلطني زين محمود 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 لا بس مشى بعدين محمود محمود لا نجم نجم احنا قاعد تذبحني يوم الحلقه ما انت حاكي والله تحكي طالع شيء عنده اتيتود يعني اي لا لا والله نفسيه بعد شو بعد عن حمار نفسيه لا هذا والله يطالع شيء ويسوي شيء شزمن هذا ها اي ونعمان والله كلنا ساحله يهديك يرضيك الشباب الفنيين شوفهم بالاستديو وسووا له كذي وقف رياكشن بطيء ها اي وانا قاعد اي قلنا الحوار بنمشي امشي هذا الحين بعد نعمان يا جماعه فهموا الحمار لا هو حمار شو فهمني يعطيك العافية أبو حمود يكرم السامع طبعا الحين السامع الحين احنا نتكلم عن